وبي سهله والصعبه والما يخمن العواقب يا عيني ينحرف دربه درب السلام الطويل وبي سهله والصعبه والما يخمن العواقب يا عيني ينحرف دربه خطوه خطوه وينبني بيت الحبايب بالمحبه استقر بيت الحبايب خطوه خطوه وينبني بيت الحبايب بالمحبه استقر بيت الحبايب تطلع الشمس بحنان تضحك ايام الزمان تطلع الشمس بحنان تضحك ايام الزمان يزي بيت الفرح بينا نوصل شاطئ الامان يزي بيت الفرح بينا نوصل شاطئ الأمان خطوة خطوة وينبني بيت الحبايب بالمحبة استقر بيت الحبايب تطلع الشمس بحنان تضحك أيام الزمان تطلع الشمس بحنان تضحك أيام الزمان فرح بينا نوصل شاطئ الأمان يزي بيتي فرح بينا نوصل شاطئ الأمان خطوة خطوة وبتأني والسلامة بالتأني خطوة خطوة وبتأني والسلامة بالتأني نوصل الذروة ونغني نوصل الذروة ونغني خطوة خطوة وينبني بيت الحبايب خطوة خطوة وينبني بيت الحبايب خطوة خطوة وينبني بيت الحبايب خطوة خطوة الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر اللي قدرنا نلحق نجيبه بارك الله بك بارك الله بيك ابو شيماء لو مو تجيك هالفكره وتجيب الطبيب للبيت كان ولادي راح يما عاطوا منين جتنا هاي المصيبه يما ان شاء الله ماكو مصيبه ماكو مصيبه احمدي ربك ومعاصم لو متاخر عاصم ساعتين بالبيت كان انفجر المصران ببطه وقتله يما سخان يما خلي قصوه يخلص منه ان شاء الله يكسف عمر كل من اللي سبب لنا هاي المشاكل ام عاصم ربك يمهل ولا يهمل ابو شيماء مو لكون وليدي بس والله العظيم بريء 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 براءة الذيب من دم ابن يعقوب بابا عاصم ايش بيه بابا سلامات ماكو شيء بنتي ماكو شيء يا سلامات فوتو ده يسووا له عملية Thank you.
من اللي عنده مصلحة ياخذ الشريط؟ نوري؟ نوري نايم العد منه. اكيد واحد كان هنا ورا ما خلصت الحفلة وظل يراقبني، بس من هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عشان بنيتي بعدك قاعدة؟ عم عيني متى تاخذ نوم؟ يما لازم تنامين، وتجي الصبح يقعدون التومي على العلون. شلون انا؟ شلون انا معاصم ممدد بالمستشفى؟ حقك بنيتي حقك. هو ليش انا عيني تاخذ نوم وداعتك ولا لحظة؟ كل ما اخلي راسي على المخده حسبه تجيبني وحسبه توديني. ايه عافيه قلبي حيل يتحمل مصايب مصايب مصايب. احنا نجيبها لنفسنا، احنا نخلقها. الواحد يقدر يرجع الاحداث من جديد، يناقشها من جديد، من وجدت كلمه ندم. ظهر الندم نتيجة، بما أنه الكل شي نتيجة لازم نخطأ. الوقت اللي نصور نفسنا على حق. أشوف يما لو تتمددين وتاخذين راحتك أحسن لك. لا عمّا لا، أنا دا أحكي أموي كل اللي صار من إيدي. أنا اللي مديت إيدي للنار وشويتها، اللي أستاهل أتمرمر وأتعذب. عاصم شنو ذنبه؟ بنيتي اللي صار صار، وألف الحمد لله والشكر. عم أنت نسيتي قرار لجنة التحقيق؟ لهسه ما طلع. الله اللي يعلم باجر عقب ايش يصير. ما نسيت بنيتي ما نسيت، بس أقول الله كريم وما تضيج إلا تفرج. وهسه تشوفين إذا ما طلعت السالفة هاي على عاصم تهيمة وداعتك، أنا قلبي يقول لي عاصم ما عليه شيء. ساعت السودة، ساعت السودة اللي عرفتنا أهله ورجله. مش أنت تصور أكو ناس هيجي بلا ذمة ولا أخلاق ولا ضمير ولا رحمة؟ الدنيا كل شي بيها يصير بنيتي، وأصابعك مو سوى. الله كريم، الله مو غافل، وهسه تشوفين كل واحد ياخذ حقه. نامي بنيتي نامي نامي، تصبحين على خير. لازم البارحة ما نايمة زين؟ تقريبا ورا ما انت رحت نمت انا رحت اطفي الضوء كان اشوف الباب مفتوح. بابنا؟ بلي بابنا. مستحيل. ليش مستحيل؟ انا عبالي واحد من الجماعة المدعوين اخذت الغفة بوحدة من الغرف ونسى نفسه وبعدين منحس طلع. ما اعتقد، لانه اخر واحد طلع اخويا منصور وقبله طلع فاضل. انت متوهمة. يجوز. يعني شنو تعتقدين كان اكو حرامي بالبيت؟ اكو شيء من غراض البيت مبيوع؟ لا لا ما ادري. اذا وهم والاوهام هواية. مرات الانسان يتخيل اشياء براسه او يسمع فد صوت ويبقى يركض ويركض ويركض، وبعدين يكتشف هو لا يركض ورا فد شيء مجهول وتافه. ايش تقصد؟ نهلا انا فكرت بموضوعنا انا ياك. فكرت هوايه. احنا عايشين بوهم
ودا نركض بلا هدف. يعني هسه يلا عرفت انا وياك بلا هدف؟ مشكلتك هاي مو مشكلتي. انا لازم احكي وياك بصراحه. ما تقولي لي شنو مستقبلي انا وياك اذا بعد كم سنه اشوف نفسي بدون اطفال. الفلاح اللي يشوف شجره بستانه ذابله ويابسه وذابه كل اوراقها وطول السنه ما تثمر يقصقصها وصله ويذبها حطب بالتنور. اي بذره تحطيها بالقاع وتسقيها مي بعد فتره راح تشوفين يطلع لها ساق واوراق الا بذرتنا انا وياك. تعرفين ليش؟ لان بذرتنا انا وياك فارغه بس قشر. كافي نوري. ترديني توهميني بانه كان اكو حرامي البارحه بالبيت حتى تزرعين الخوف بنفسي حتى تخليني اشعر بان عمك ابو سعيد يطاردني باستمرار مو هالشكل؟ بس ابو سعيد اذا يريد يطاردك ما اعتقد راح تقدر تمنعه. شفتي؟ شفتي شلون ضمت لي عمك ابو سعيد خنجر احتياط الوقت الضيق. انا كنت حاس اكو اشياء واشياء هوايه خافيه علي وراح تظهر اشياء واشياء اخرى هم خافيه علي. من هاليوم ما راح اخفي عليك اي شيء. تفضل خضير. نعم. خضير نريدك تتذكر زين وتقول لي ايش قد كمية الفلوس اللي كانت على ميز عاصم. ما ادري هن مصفوطات. يعني ما تقدر تقدرهم ايش قد؟ استاذ هن على الميز يعني خوما احسبهن يوقلهن انت ايش قد. زين زين. طيب انت من دخلت الغرفة عاصم والفلوس كانت على ميزة عاصم حاول يخفيهن لو تركهن بمكانهن مثل ما كانن؟ لا ظلن بمكانهن. ايه الله يشهد. طيب تفضل روح الشغل. شكرا استاذ. اذا معنى هذا استاذ عاصم ما كان يخفي شيء ولا لو هذه الفلوس رشوة كان اخفاها ولا شنو المبرر يخلي الفلوس فوق الميز والرايح وجاي يشوفها؟ أنا وياك ولكن ماذا تعتقد أنه إحنا كلامنا هذا مجرد استنتاجات وتخريج ولا لو تبقى علي أنا مؤمن ببراءة عاصم لكن كل اللي نحتاجه دليل براءة واحد ملموس. أبو عاصم أنت تعرفه كل زين لأبوك إذا قال حكاية ما يتنازل عنها. أعرف. وأنت تعرف كل الزين ورا يوم لو يومين ما ينطي قلبه وينسى الحكاية. هم أعرف. بس معاصم أبويا لأن البيت مسجل باسمه بدأ يحكي هذا الحكي. صدق أنا ما أفتهم. شلون عشت كل هالمدة وما فكرت ابني لي بيت؟ أبو عاصم هذا شلون حكي؟ اصلا عمي ما بباله هيك قضية. والله ما ادري ايش اقول. المهم صح لو غلط بس عاصم لازم يرجع للبيت وأول ما يطلع من المستشفى أجيبه لهنا واللي يصير خلي يصير.
بس اقول لك ليه قدام، ترى انا ردت اقولها قبل هالوقت. قولي. انا اشوف لو تاجلين الموضوع هوايه احسن. وعلى ويش هالتاجيل؟ اشوف كل شيء مبين ومفهوم. ابو شيماء ترى قعدت البنيه ببحتها مو زينه، وحسب ما سمعت يقولون ترى رجلها راح ينحبس. يعني جيبها قعدها هنا عندك بالبيت. هي قالت لك على هذا الموضوع؟ لا هي ما قالت. خلص هسه زوجها بالمستشفى والقرار بعده بلجنة التحقيق، وهذا الشيء مو انا اللي اقرره، شيماء وحدها هي اللي قرر. مو قلت لك كبدي لا تحكين، بس ما اخذت بكلامي. اقول انت شكو جاي وياي؟ انا اجيت لا اشوف ابو شيماء. فجيت تشوف ابو شيماء لو اجيت تقنع ابو شيماء. المهم حبيبه وهذا محمود يسمع، مهما يكن فعاصم زوجها، وانا اريد اقول لك انت ما اقبلت تدخلين بعد. ها شفتي هذا تالي التعب والركض والشقة اطلع مو خوش ابو شيماء؟ لا انا ما قلت انت مو خوش، بس ما اريد تزيدين لفط على النار. يلا يلا محمود يلا. يا ماما بعدنا ما شربنا شاي. يلا يا معود نشرب شاي بالبيت يلا. دوقفي لزعلي هسه مو كل ما نختلف وياش بالراي يسوي لك زعله معناتها ما راح نقدر نتفاهم. ايش نتفاهم بعد يا ابو شيماء؟ انا اشوف نقعد نشرب الشاي ونتفاهم على كيفنا. مرحبا. اهلا. أقول فدول هالوجه أشو حنش ماكو. حنش منو؟ أخيك الشفية أستاذ نوري. بالحقيقة نوري راح ويا المهندس وهسه على جاي. زين ما تعرف السوى على قضيتي؟ أكيد عندك معلومات عنها. قضية الأسواق مو؟ إي بلي. الحقيقة نوري قال لقيت لأبو سعيد مكانين زينات، بس صاحبهن رايس القفلية. يعني شقد؟ 100 200؟ 6 600 6000 6000 لكل مكان. وايه حتى تعرف اخويا نوري شقد مهتم بقضيتك. معلوم. انت تصورين بسهوله واحد ينطي شريط؟ فاضل مو هذا شريط جدا مهم. ادري كل زين ادري. انت تعرفين بليله الحفله كنت ناوي الملم كم حاجه تفيدني من البيت. تعرفين وين ختلت؟ ختلت ورا الفرده مال غرفه الخطار، وكنت اشوف واسمع. يعني كنت ناوي تخون نوري؟ اخوه؟ اني اخون اهلا؟ لا. بس حسيت انت واحد راح يوقع الاخ، فقلت من باب الاحتياط اخذ لي قشه تفيدني. العامل عنده ضمان، الموظف عنده ضمان، ف لازم اسوي لي ضمان. بس يعني فاضل هذا شرط ما يفيدك بشيء. اني استفيد منه. اذا انت ما تحتاجي اعتقد نوري يحتاج. فاضل مو هذا الشريط تتوقف عليه حياه وسمعه انسان. ادري كل الزين ادري. نهله اني اريد ابيع هذا الشريط، وما يهمني منو اللي يشتري، المهم استلم فلوس وخلاص. ايش قد تريد؟ انت قدري ويمكن نوري يقدر اكثر. قول ايش قد تريد؟ مبلغ بسيط 3000 ويمكن لو واحد غيري يطلب اكثر. فاضل مو يعني انت تعرف هيك مبلغ ماكو جوا ايدي. البيت. حتى انت تفكر بالبيت؟ بيعي رهني ترى مو هواي. بس توعدني تسلم لي الشريط؟ انطيك عهد. بس على الشرط
فترة إذا ما دبرتي المبلغ راح أضطر أبيع عنه. لا فاضل أرجوك، حتى لو أبيع البيت أنطيك الفلوس. أشكرك فاضل، أشكرك جدا. تدري هذا الشرك لو وقع بيد نهلة كان هساني وضعي تخربط كله، ويمكن كان أرجع للسجن. وما دام هذا الشريط مهم لهالدرجة، تدري ايش قد يسوى؟ يعني تري ثمن؟ انت علمتنا هالشكل. بسيطة. ألف دينار؟ لا. لا إيش قلت تريد؟ الجدر ما يتركب إلا على ثلاث. فاضل، 3000 دينار الشريط سعره ما يتجاوز كم 100 فلس؟ كيفك. اذا ما تريده اعتقد ابو سعيد يدفع اكثر. تعال تعال تعال, تعال. ما تصورتك طماع لهالدرجة. شو اسوي؟ لازم اداري خبزتي. تاخذ لك 3000 دينار وبعد ما اريدك تشوفني وجهك. تدلل. عمو انا محتاجة لهذا المبلغ. هواية 3000 دينار؟ دبرني أرهن البيت. إيه هاي معقولة، هالشكل أقدر أدبر موضوعك، بس ترى الرهن يأخذون عليه فايز. إيش قد ما كان، بس المهم تدبر لي المبلغ. لناوشيني حجة البيت وتعالي وياي حتى أدبر أمرك. مو أخاف أتأخر. كل تأخير ماكو، الفلوس موجودة عندي بالبيت. عندك؟ بالحقيقة أنا ما عندي، بس عندي فلوس أمانة أخذ لك منها، والله كريم تنطيني حجة البيت. لا عاد قابل تصوريني فقر، ولو انا اعرف بعدين انت ما راح تدبرين الفلوس وترجعيها، بس انا عمك مو غريب والبيت حلال علي. اقول اخاف بعدين ما تدبرين الفلوس وترجعيها. بالعكس ادبرها باسرع وقت. منين؟ بس ولا يهمك، البيت خوش فلوس يجي. ابو العاصم انت يعني باكر تطلع؟ اي ان شاء الله. ها شنو ابو شيماء؟ خير. يبين انت ذاكرتك صايره كلش ضعيفه. اي مو الدكتور قال قبل شويه اليوم نطلع. يا هسه قابل الرجال غلط، انت اكلته
شربتين. شو جد عاصم ماكو؟ والله شوية ماله كيف، وجيت المستشفى شوية تعبة وليدي. لازم جدي مريض؟ لا ابني شوية منشول، انت ما تعرف جدك من ينشل شي يسوي بينا. يا بل ابو عاصم بقوم عليك قوم، خلينا نخفف شوية وخليهم باما. لا عفوا شي، يا الله اخويا ما هم من يونسوا. يعطيك العافية. سلم عليكم. سلام. يعني صار من حسبي يا ابو عاصم كل شيء خلص، اليوم العصر نروح نشيل الغراض ونجيبها عندنا. يعني شيماء مقتنعه 100%؟ اللي افتهمته هالشكل، يعني شيماء قايله لعمتها بان هي ما عندها مانع ترجع عندنا. يعني ماكو اي مشكله؟ لا لا ماكو. بس اقول شو الوالد والدك ما اجى لازم لسبب ما ما اجى، اكو فشي؟ اي مو قلت لك ماكو شيء، ما تقول لي ليش دت له. صيح ولا تصير عنتر براسي تمشي. يلا بابا، ولو انت زعلان على عاصم بس اني اريد اترخص منك في الموضوع. قول يابا، ترى عاصم من ورا قضيه الدائره ومن ورا العمليه مالته ترى اموره كلش تخربطت. عمي عاصم ترى هواي تغير، مو ذاك عاصم. هسه مختصر مفيد، المطلوب شنو؟ المطلوب يابا احنا اهله ولازم يقعدوا ويانا. زين اذا ما وافقت انت؟ انت حتما توافق. تدري ليش يابا؟ لان اني عندي فد رأي. عاصم يجي يقعد ويانا، فاذا طلع بريء يقعد ويانا على طول، واذا مو بريء انا هم اتبرى منه. بعد شو تريد؟ عمي واحنا اعتبرنا كنا مأجرين عندك. بعد شكو؟ ايه جدو، مثل ما قالوا امه وابويا. وبعدين جدو يعني تدري هسه عاصم مريض، صحته تعبانه ويحتاج رعايه وعنايه. الله يخليك جدو. زين امه. ايه مو اني اعرف قلبك حنين، هاي اذا طلع بريء. عجيبه مو؟ هسه راح اقدر اصفي اموري وياك بكل هدوء. بدون ما تصفي الامور، انا هم بعد ما قاعده بالبيت. طبعا الزوجة اللي تسجل اعتراف زوجها حتى تكسر رقبته ما إلها قاعدة هنا. هذا مين جبته؟ بفلوسي، بفلوسي نهلة. هواية أنذال مثل فاضل يبيعون أمهم وأبوهم بكم فلس. فعلا هواية من أنثال فاضل اللي يلعبون على الحبلين. بعد أكو شيء أكثر من هذا الدليل يثبت لي مستواك؟ اللي يشغلون مثل فاضل ما يقدرون يقرروا مستوى الناس. تقدر تتأكد بنفسك. وهسه أكيد فاضل موزع من هذا الكاسية نسخ على كل اللي يعرفهم من أعدائك. نهلة نهلة نهلة. يعني شريط مستنسخ؟ شوف هاي ركائز، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي أيضا أربعة ركائز. هاي ركيزة تسمح لي. ألو
الو الو منصور فاضل هنا؟ فاضل اولا كاتب ورقه طالب بها استقاله، هاي اولا. ثانيا هو مسافر، لي وين ما ادري. ثالثا ابو سعيد كل شويه وجهي علي. لا صدق سواها النبي الفاضل. بسيطة، وين يروح من نيدي؟ يوم على كيفك. دير بالك معود. يا بالمهم ألف الحمد لله على السلام. نشكرك. أشكرك. الحمد لله. والحمد لله على الرجعة همين. شكرا دات فوزي، شكرا. أقول ولد سفانة وين؟ فوق ويا أمهم. خوش. محتاج شي عاصم؟ والله ما أدري، بس دا أحس أني مرتاح. طبعا طبعا ترتاح وليدي، بيتك هذا وداعتك، بس تمر قضيتك بخير وسلامة لا أذبح لك خروف لوجه الله تعالى. شكرا يا عم. اي طبعا يراد لفجران دم. اقعدي ما شيء ما اقعدي، انا اروح اشوف منو بيهم يبكي. شفتي يا با شفت المعزه؟ لا عاد شلون جهالبني خومو جايبتهم من الشارع. اقول ابو شيماء حبيبه وين؟ والله شوي عندها شغل. عندها شغل يعني. لوري انا اقول له تخلي فاضل ومنصور يروحون يشدون ضده ما دام التحقيق بعده مستمر. ليش؟ حتى فد مره التهمه تلزق عليه. وهي هسه ام التهمه لازق عليها. لا بس انت غلطت من قلت اضطريت تنطي 1000 دينار، معناته انت هم مذنب. مذنب شنو يعني؟ خلي يصير بس المهم عاصم يطير من هاي الوظيفه. اي ولهذا انا اقول لك خلي منصور وفاضل يشهدون ضده ويقولون نفس كلامك. يعني يقولون عاصم ما يمشي معامله اذا ما ياخذ 5000 دينار. وطبعا انا ذكرت لك بالبدايه شلون صارت المفارقات، بس المهم هذا الشريط بصوت نور الحقيقي وتقدر تتاكد باي وسيله. وبعدين أنا دا أعترف، يعني أنا دا أقول الحقيقة. طيب مثل ما تعرفين أنا ما أقدر أتخذ قرار لوحدي بدون حضور أعضاء اللجنة، ما رح نأخرك هواية نص ساعة بس حتى تستمع اللجنة لشريط ونقرر. وين؟ وبعدين؟ مو قلت اروح على شيء ما اشوف صار بيها ما صار. اقول لك اقعدي خلي العالم ترتاح، الناس الصافت وتطلع تبوجي الاسفل. اقعدي نتموي مثل بزين ترى هسه اقوم اسوي ما اسوي. اقعدي خلي العالم ترتاح، خلينا شويه نرتاح. صدق لو قالوا يا من تعب يا من شقى. شفتي اني ما داقت الا هاي ام عاصم، شو بس صار الدهن ودبس ويا شيماء. وهذا شيماء هيك صفات صدق لو قال ابو المثل، بالوجه مرايه وبالقفص اللاية. بس ولو تزعل علي اني ما اصبر اذا ما اشوف شيماء. سمحي دا اقول لك منا وغاد طلعه من البيت ماكو الا رجلي على رجلك. شكرا على كل اللي قدمتي، الحقيقه انت انقذتي انسان من مرته، بل انقذتي عائله. عفوا بس يعني هسه اقدر اعتبر عاصم براءه؟ طبعا بهذا الدليل المسنود بشهادتك، احنا كانت عندنا قناعه تامه بان سيد عاصم بريء. وان هذه تهمه باطله، لكن كان ينقصنا الدليل، وهسه بجهودك حصلنا على الدليل اللي يبرر البريء ويعاقب الظالم.
شكرا ستنا. اهلا وسهلا. طيب هسه شو تقول؟ عاصم يجي عندنا لو بعدك مصر ما يرجع للبيت. هو هذا حكي منك وليدي. ليش اني ما اعرف عاصم تربات ايدي وخوش ولد؟ بس اني بوقتها خفت لا ايده تروح تمد هالحرام وينكس راسي، وهذا ما لا اوافق عليه ابدا. لذلك بوقتها يا وليدي كنت هواي عصبي، مو حقي. بس جدو المفروض انت ما تصدق. عاصم، عاصم تربات ايدك، حفيدك، عاصم تربات هذا البيت. وليدي عاصم، المهم ما احنا صعبة كانت فعلا، يعني فعلا كل صعبة، والحمد لله والشكر اللي مرت بسلام. زين جدو، هذا راسك هم ابوسه. ها شكرا. اشو انت راح تطلعين وراهم واني الى هسه ما افتهمت شيء. اشتفتهم يا سعدي، ما تقول لي اشتفتهم، يعني قابل عيت عليك 100 مره. ما اقدر اقعد ويا اختك حليمه. قل لي قابل اني غاويه مشاكل وطلايب؟ يعني الا المشاكل تخليهن قدامك. سفانة تفائلوا بالخير تجدوه. ومن يمتى جاي هذا التفاؤل سعدي؟ من يمتى وجاي سعدي؟ انا ما ممكن اقعد ويا اختك حليمه. ليش انت نسيت اللي سوت بيا؟ ما ممكن. زين والحل شنو؟ الحل انا اقول لك شنو الحل. الحل هو نبقى هنا قاعدين ويا اهلي، وكل عذر بعد ما عندك. ها هي نبقى هالكم شهر الى ان يخلص بناء بيتنا. والله عمري راح يخلص والبناء ما راح يخلص. لا سعدي لا، اسم الله عليك، الله لا يقولها. شوف سعدي، ماكو شيء ما له حل. يا شوف شلون نسيتني. شنو كان المفروض اروح ويا اهلي البيت ابو شيماء، خطبه فوزي ورندا هسه، بس اكيد بدات الخطبه واني بعدين قاعده يمك. وبعد سعد اريدك تفكر زين، وبيني وبينك ترى ماكو احسن من البيت الملوك. زين يا بس انا رايحه. بس اسمعي، لا تنسين نفسك تظلين قاعده يمهم وتخلين الاطفال برقبتي، وقبل ما طلعين لزيهم علي خلي اتفاهم وياهم. من هم الاطفال؟ من هم؟ يا زين يا بس زين مسلم عليك. ابو فوزي شفتك قبل شوي عندك حكايتي تقولها وسكتت. قول. تحكيها للحكايه هسه قابل احنا غربه. والله مثل ما تقول ابو عاصم، الحقيقه انا مو غريب، بس اخاف اطلب شيء وما يصير. لا على بختك، انت تطلب وكل شيء اجرالك، هو عيوني هاي قدام. تسلم عيونك ابو شيماء. اي والله تسلم عيونك. الحقيقه ابو شيماء، جيت اخطب المحروسه بنتك رندا لابني فوزي. ايش قلت ابو شيماء؟ يا ابو شيماء لا تنحرج، اذا تريد مهله تفكر بيها فماكو مانع، واذا لا ننهيها اليوم. والله يعني بالنسبه لي ابصم بالعشره، بس هم يبقى الراي رنده. صح يا بنت، اذا القضيه على رنده انا مثل جدها، خلوها يمي. شو تقولوا؟ تفضل تفضل معقول. سمحوا تفضل. عندك يا اب ها بنتي رنده، أنا مثل جدك، لا تستحي. إذا توافقين على فوزي قولي إيه. يعني السكوت علامة الرضا. مبروك. مبروك مبروك فوزي. مبروك يا أبا فوزي. قوم يا أبا فوزي.
هو سيد عمك. شيماء عيني قومي سوي لنا شربت مبروك. أنا همتي لك مساعدة لأنه فوزي يستاهل. يلا شيماء. يا ماما لا 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 حبيبي. شوفي شوفي شوفي. شكو؟ إش. ولا كلام. إش دي قلولك ولا كلام. درب السلام الطويل وبي سهلة والصعبة والما يخمن العواقب يا عيني ينحرف دربة. درب السلام الطويل وبي سهلة والصعبة والما يخمن العواقب يا عيني ينحرف دربه. خطوة خطوة وينبني بيت الحبايب بالمحبة استقر بيت الحبايب. خطوة خطوة وينبني بيت الحبايب بالمحبة استقر بيت الحبايب. تطلع الشمس بحنان تضحك أيام الزمان. تطلع الشمس بحنان تضحك أيام الزمان. يزي بيت الفرح بينا نوصل شاطئ الأمان. يزي بيت الفرح بينا نوصل شاطي الأمان. خطوة خطوة وينبني بيت الحبايب بالمحبة استقر بيت الحبايب. تطلع الشمس بحنان تضحك أيام الزمان. تطلع الشمس بحنان تضحك أيام الزمان. فرح بينا نوصل شاطي الأمان. يزي بيتي فرح بينا نوصل شاطي الأمان. خطوة خطوة وبتأني والسلامة بالتأني.